خليني انتقل للنائب بلال عبد الله. دكتور بلال عبد الله يلي راح ينضم لنا عبر تقنيه الزوم. صباح الخير دكتور. صباح الخير، تحيه لك لفريق العمل لضيفك الكريم ولكل المشاهدين. اهلا وسهلا. هلا حضرتكم انتم حضرتك وعدد من زملائك بمجلس النواب عندكم لجنه، ولكن اسمح لي اليوم في كلام طبعا مواقف رئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط واضحه بسياق ما يحصل في فلسطين المحتلة في غزة، ولكن اليوم الكلام اللبناني خلينا نقول عن إمكانية إذا في حال اخترق الجيش الإسرائيلي الخطوط الحمر في قطاع غزة فهذا يمكن أن يفتح جبهة لبنان، يعني حزب الله. بدي أسمع موقفكم من هذا الموضوع ورأيك بهذا الموضوع. أعتقد الموقف أعلن، نحن بالنسبة لنا ما حصل هو انقلاب لصورة الصراع العربي الإسرائيلي، هي صفحة مضيئة في تاريخ المقاومة ضد هذا العدو المغتصب، ولا يجب أن نذهب دائما مباشرة إلى بداية عد الخسائر هنا وهناك. نحن في الوقت الحاضر في زمن انتصار الشعب الفلسطيني، انتصار حركة حماس. كيف ستتطور الأمور؟ إلى أي مدى؟ ماذا يحضر العدو الإسرائيلي لينتقم لكرامته ولجيشه ولشعبه أمام هذه الهزيمة الكبرى؟ وماذا يحضر له الغرب من دعم؟ ننتظر، لا يجب أن نستبق الخطوات. موقفنا واضح في التعاطف والتضامن مع قضية هذا الشعب، وأوضح أيضا بأنه فتح صفحة جديدة. نعم. للصراع العربي الإسرائيلي، إنه الانتصار الثاني بعد 73، الانتصار الثاني أكيد بعد 2006 تحرير لبنان، ولكن هنا نتحدث عن معركة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وليس في لبنان. قصدك؟ أعتقد موضوع لبنان وبقية الساحات لا يرتبط فقط بالقرار السياسي، يرتبط أيضا بردة فعل والخطوات التي سيقوم بها العدو الإسرائيلي. وهنا يعني أعتقد كلبناني تقدم اشتراكي لا أستطيع إلا أتضامن مع الشعب الفلسطيني وأقول إذا كان هناك من قرار بتوحيد الساحات فلتفتح كل الساحات وليس فقط ساحة لبنان. لأنه لبنان، ماذا يعني هذا الكلام؟ قصدك إذا في قرار بفتح الساحات بالصراع مع إسرائيل، بالحرب مع إسرائيل، أنه مش بس لبنان يكون في حرب من لبنان سوريا وهيك قصدك؟ صحيح، لأنه إذا كان هناك ضرورة لما يقال عن توحيد الساحات. نعم. لتخفيف الضغط عن غزة بحال حيكون هناك حركة انتقامية إسرائيلية. صح. إيه نعم، فلا يجب أن يبقى لبنان فقط هو ساحة الصراع، تفتح كل الساحات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المهترئ للدولة اللبنانية، لصعوبة إمكانية الصمود وغياب مقاومة الصمود للشعب اللبناني. لكن نحن نثق بحكمة ودراية أصحاب القرار بهذا الشأن، أنه يخديم عن الاعتبار. قصدك حزب الله؟ إيه أكيد. يعني حضرتكم يعني عم تقول حضرتك أنه تثقون بقدرة حزب الله على اتخاذ القرار المناسب في هذه المعركة، بفتح معركة أو بعدم فتح معركة؟ أعتقد حتى الآن الرد الذي قام به حزب الله امبارح واضح أنه وجه رسالة أنه ليس بصدد فتح الحدود، الفتح الجبهة بلبنان. هو يأخذ بعين الاعتبار الوضع الداخلي اللبناني، يأخذ بعين الاعتبار وضع الاقتصاد الاجتماعي وغياب قوات الصمود. نعم. ولكن أعود وأقول متطلبات المعركة وتوسعها ومدى الرد الإسرائيلي لن يكون يعني مرتبط فقط بهذه التفاصيل مع أهميتها. نعم. هناك ستكون معركة مفتوحة. أعتقد أصحاب القرار خاصة في لبنان يملكون من الحكمة، ونتمنى أن يكون أيضا عندهم نفس الدراية لصعوبة وضع الشعب اللبناني ووضع اللبناني الداخلي. طيب بدقيقة دكتور بلال، بدقيقة واحدة، الرئاسة طارت. بالعكس، ربما هذا هو الظرف وهذه هي الفرصة ليلتقط اللبنانيون أنفاسهم ويجتمعون على كلمة سواء لتحصين الجبهة الداخلية وتحصين لبنان في وجه المستجدات الخارجية لمصلحة رئيس توافقي يعني بين اللبنانيين. نعم. أنه قد يكون هذا هو الظرف. إنه زمن التسوية الداخلية
زمن التوافق على خيار ثالث لا يستفز أحد، لا يعتبر أحد أنه مرشح تحدي، نعم، لكي نستطيع مواجهة المرحلة المقبلة. شكرا لك دكتور بلال عبد الله على هذه المداخلة، أهلا وسهلا فيك.